ارحم اخوك. حيضلوا السياسيين يتحكموا فينا وبكل بساطة بشحطة علم يتحكموا فينا طالما نحن ما عم بنحن على بعض وما عم بنفكر بعض، ونحن بايدنا اللي عم ندعي وعم نحكي وعم نشكي وعم نطرق تقارير باخواننا. حنكون اذل الامم. اما لما نكون ايد واحده ولا فرق بين اعجميين وعربيين الا بالتقوى، لما نكون صف واحد، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، خلى حدا يتحكم فينا. بس لما نحن ما بنحب حق بعض بنستاهل اللي بيصير فينا من اي سياسه ما بيسوى فرنك. يجي والله يتحكم فينا ويتحكم بالشعوب. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلا عزة لنا إلا به. هاي مش كلمة والله بالأولى وبنتماشى، لا، بالإسلام فعلا، أنه لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى.